أشاد المدير العام لاتحاد إذاعات الدول العربية عبد الرحيم سليمان بمقر اتحاد الإذاعات العربية بتونس خلال جلسات المجلس التنفيذي لاتحاد إذاعات الدول العربية التي جرت بحضور ممثلي الهيئات الإذاعية والتلفزيونية العربية. أشاد بما وفرته السلطات الجزائرية من إمكانات وتسهيلات خلال القمة العربية التي احتضنتها الجزائر شهر نوفمبر الماضي. نشكر المسؤولين في الجزائر خاصة من أعلى من السلطة من رئاسة الجمهورية كلفوا الاتحاد إذاعات الدول العربية بالإشراف على كامل التغطية في القمة العربية. الجزائر عدت مركز إعلامي أنا بعتبره المركز في الأكبر اللي شفته ليس فقط في المنطقة العربية ولكن خارج المنطقة العربية، مركز متميز جدا. كل الطلبات احنا قبل سنه اجتمعنا مع المسؤولين في الجزائر وعملنا خطه عمل. خطه العمل كل اللي طلبناه اعطونا منه مرتين واكثر، طلبنا استديوهين تلفزيونين اعطونا اربعه، طلبنا للهيئات يكون عندها دول عندها 20 موقع اعطونا 37، الايديتنج طلبنا 6 دون 15، يعني حقيقة وفر إمكانيات كبيرة جدا.